Good morning, how are you today, يا ثالث؟ Are you okay? We are from Al-Tamkeen Academy and we will start our lesson today. Today is Monday and we are studying English. طبعا I want to thank all my students. بدي أشكر جميع طلابي and their mothers أمهاتهم على المتابعة القوية والرهيبة جدا جدا صراحة. كثير كان في تفاعل مبارح وأنا دائما متعودة أنه أنتم متابعين جيدين للطلاب. الأمهات العاملات طبعا أنا بقدر أنه أنت ما بتكون موجودات مع أولادكن الصبح، والله يعطيكن ألف ألف عافية. وأنا عارفة لو تكون الموجودات أكيد رح تبعثونا من أول الأشخاص، رح تبعثونا دن يعني، فبطاقة شكر وتقدير وباقة زهور لجميع الأمهات وطلاب. أنا I'm so proud of you، أنا فخورة جدا فيكو، وإن شاء الله رح نستمر على هاي على نفس النشاط والحماس. طبعا اليوم رح يكون عنا بحصتنا إن شاء الله عنا اليوم قراءة ونسخ. رح أحدد لكم فقرة القراءة والنسخ، وكمان لبكرة كمان رح أبعث لكم فيديو نحدد الإملاء تاع هذا الوحدة. أولا أنا رح حددت لكم فقرة النسخ اللي هي الفقرة رقم 7. إذا هاي الفقرة رقم 7 شايفينها، هاي نسخ، كوبي، اعمل منها نسخ، هاند رايتينج، اوكي، هاند رايتينج، تنسخها بخط جميل وحلو ومرتب. اهم شيء تترك فراغ اثناء الكتابه، لا تلزقوا كله في بعض بيطلع لي كله السطر كلمه واحده، ما رح نستوعب هيك، لا اقرا اترك فراغ وبدي ترسم الحرف بالطريقه الصحيحه وفي مكانه المخصص. اذا الصوره رقم 7 هي النسخ، تمام. هلأ القراءة، أنا حددت هاي الفقرة رقم 3 قراءة، هاي الفقرة قراءة، سو أنا رح أقرأها إلكو، وبرضو رح أزودكو بنسخة من القراءة الموقع، الكتاب اللي في على الموقع كيف بقرأها بالأكسنت واللفظ الصحيح، وأنتو رح تبعثوا لي قراءتكو مع النسخ. I will start reading this text، رح أبلش أقرأ. طلع علي كيف بقرأ وشوف الملاحظات أثناء القراءة. Then Sue went to the supermarket. Oh dear, she was naughty again. طبعا طلع هون النوتي، الـ A والـ U لفظناها O والـ G والـ H لا تلفظ. Naughty again. Paul and Molly weren't happy. They were angry. كانوا angry، غضبانين. Sue was surprised. Sue was surprised. طبعا الأس لفظناها ز، لأنه أنتوا عارفين الأس إذا وقعت بين حرفين إلا مثل الآي والإي شو بنلفظها؟ ز، بلفظها ز. Be careful هنا، be careful آخر إشي هنا. Sue come with us. Let's learn to be good citizen. Okay, let's learn to be good citizen. Okay, هلا راح أقرأها على السريع وتبع معي. Then Sue went to the supermarket. Oh dear, she was naughty again. Paul and Molly weren't happy. They were angry. Sue was surprised. Be careful. Sue, come with us. Let's learn to be good citizen. تمام، وبدنا نحاول نراعي علامات الترقيم أثناء القراءة. ننتقل الآن لقراءة الموقع، في عندي فيديو بقرأ لهاي الفقرة، تمام، هايها هاي الفقرة، تبع واسمع. أوكي دقيقة. Then Sue went to the supermarket. Oh dear, she was naughty again. Paul and Molly weren't happy. They were angry. Sue was surprised. تمام، إذن هذا هو المقطع. هم هون لأنه الأكسنت عندهم ناتف، لأنهم أجانب أصلاً، فإذا بتلاحظ يعني بتختلف عنا، هم لأنهم ناتف، إحنا مش ناتف، تمام؟ ف
هذا هو القراءة المطلوب من كل طالب، قراءة النص والنسخ النص المحدد اللي بعثت لكم إياه. طبعا صورة 7 نسخ، صورة 3 قراءة، وإرسالها إلي على الخاص قراءته ونسخه عشان نشيك نشوف وضع القراءة. يعطيكم ألف ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله.